السلام عليكم المتابعين، لاباس عليكم بخير، كفريتو صحيحة عليا، جمعة مباركة سعيدة بالصحة والسلامة وطول العمر إن شاء الله. غنصوب معكم واحد التحلية، ها هو القالب، ها هو باش درت فيه نقيطة الزيت ودهنت وهنت بشوية الفرص، ها هو فين محطوط في الجناب، ها هو وحنا معكم غنديرو بيضة. التحلية ديال ثلاثة المعالق كل حاجة، هانت واحد، جوج، ثلاثة، شوية الملح نسيتها، هاي فين هي قريصة الملح، الفاني ما درتوش حيت انا عندي قشر الحامض، الفاني ما عنديش متواجد، درت قشر الحامض. هاي 3 معالق الزيت، واحد، جوج، ثلاثة، أقشر الحامض، ثلاثة معالق الحليب، هذيك التحلية ديال القبيلة، نسيت رد الحليب اللي حيد 3 معالق منه للكيكة، هاهي فيني أنا درتو ديك اللي بقى لي من نسيت رو، هاد التحلية فيني، درت ديك الشي اللي بقى لي من 3 معالق ديال الحليب. هيا على البوطه درت 2 معالق ديال 2.5 معالق ديال الفرص الرطب، انا ما عنديش النشا، الزبارات تسالت ما بقاتليش، نتوما الا كانت عندكم النشا ديروا 2 معالق كبار معمرين بالنشا، انا ما لقيتهاش، ما درت غير الفرصه هو فينو. هيا هي طبلي فوق البوطه، انت النار قليله، انا تنحرك فيها، هذا وجد لي، انا غنرجع معكم. هانت يا لالا غنوزو المقله، غنخوى فيها كاس ديال سنيده، هاهو كاس لاروب ديال سنيده، غنصغبوه، غنديروه فوق البوطه، غنديروه فوق البوطه مهيله، غنديرها فوق البوطه مهيله، غناخدو نص كاس ديال الماء نديرو فيها نص معلقه ديال النشا، هاهو فينو، خلطو فيها نص معلقه ديال النشا، ولا مكانش النشا ديرو الفرص الطحين، ماشي مشكل، بحال بحال، اللي ما عندوش متواجدة النشا يدير الطحين، هاهو فينو، وها السكر غنديروه فوق البوطه يتكرمل كراميل. هيا الكراميل، هيا
هذيك الكراميل احنا نكبوه. هيا رش عليها شوية دلوز. ايوا بصحة، هيا البريدو قدموها معاكم. السلام عليكم، التحلية ديال القبايل اللي صابناها، احنا رجعنا معاكم، احنا قطعنا.